وما نقموا منه إلا السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حقي ظل قيد حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق عبد الرحمن سارود من اللجنة المنظمة لمسابقة تجويد وترتيل القرآن الكريم. هذا العام فهي النسخة الثانية لمناسبة شهر رمضان اللي كتنظم من اللجنة مسابقة ديال تجويد وترتيل القرآن الكريم. السنة الماضية كانت محلية وهذا العام الحمد لله فهي مسابقة إقليمية. عرفت المشاركة ديال 315 مشارك ومشاركة والحمد لله كان الأداء ديالهم جد متميز. وحنا الرسالة ديالنا كلجنة منظمة أنه نشجعوا الأبناء ديالنا على تلاوة القرآن والاهتمام بالقرآن والاهتمام بأهل القرآن. وكما كتعرفوا سوس العالمة فهي منبع لقراءة القرآن. وكذلك في هذا كله حنا يعني القدوة ديالنا هو سيدنا الله ينصره اللي كيهتي اهتمام خاص بالقرآن الكريم وأهل القرآن. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب الرحمن الرحيم. ارتأت مؤسسة مروكو ميديا نيوز إلى أن تنظم النسخة الثانية هذا العام في هذا الشهر الفضيل النسخة الثانية لتجويد وترتيل القرآن الكريم. مروكو ميديا نيوز بشراكة مع مجموعة طيبة وكذلك مع وبتعاون مع المجلس العلمي لمدينة أكادير. وعرفت هذه السنة مشاركة أزيد من 315 مشارك ومشاركة. وتم اختيار من هذه المجموعة تسع مشاركين يتبارون في هذا اليوم للنهائيات
ليختاروا ولتختار اللجنة من هو من سيكون في الرتبة الأولى والثانية وكذلك الثالثة عن كل مجموعة. جدير بالذكر أن نقول أن هذه النسخة عرفت مشاركة أزيد من 82 مؤسسة تعليمية سواء عمومية أو خصوصية وكذلك التعليم الأصيل، إضافة إلى أن هذه المسابقة أو هذه النسخة رصدت لها سواء إمكانيات مادية وكذلك لوجستيكية ومعنوية مما جعلها تكون نسخة ناجحة بامتياز، وهذا ظاهر على التوافد وتوافد العديد من ساكنة أكادير إلى هذه النسخة الثانية من القرآن الكريم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.